شوف هذا هذا المدخل، هاي الابراج المراقبه كانت، وهاي بوابه الفتوح اللي يدخل منها او يطلع منها جيش الفتوحات اللي رايح للفتح. عمو انا عبالي هاي منارات، مناره لا هاي مال الرومات ومال الاذان ايضا منارات تعتبر، لان اكو مسجد هنا. أنا هذا المسجد هذا تعال شوفه، ما اعرف فاتحيه. هذا هذا مسجد يجوله هذا هذا الحاكم بامر الله الفاطمي، هذا صاحب يعني هذا عليه مشاكل كثيره هذا المسجد، اخذه عن ابوه هو كمله. يلا هذا اقربه، انا اقدر اقربه. بسم الله الرحمن الرحيم، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. هذا مسجد طبعا اكلنا لازم تسوي حيره من بينه. هذا من برا، احنا حتى نلحق الشارع كله ناخذه بشكل مثل ما قلت لك. هذا الشارع شايف الحجر هذا، هذا الاصلي، هذا من زمن الفاطميين. كان جنرال بجيش الورديه وهو دز هنا. اقول لك احنا صار في فسطاط اي اسف مفتوح فيلم. وهذه هذا شوف هسه شايف على المناره اي هذا مسجد احمد بن طولون. لا لا احمد بن طولون مو هنا، احمد بن طولون منطقة الفسطاط يمكن اسمه موجود. ما عندي فكرة والله. اي في هنا النحاس والاراك ايوه اراجين معسي. اي اللي شفناها هاي المنارة، مسجد وكتاب وسبيل سليمان أغا سلحدار. سليمان أغا سلحدار، شوف هذا هذا هنا، هذا هنا الصالة هذه وفيها منطقة مكان للسبيل هناك. السبيل هذا نوع من الحسنة الجارية اللي كان يعملوها أهل زمان، يجيبون مي محمول على على الجمال وعلى الأشخاص على ويخلوه في تحت هنا بير. أي. هنا تحت بناء كبير على قد البناية مبين من الصحة كله مخزان مي كبير، وفي هنا يطلعون المي من البير، وهنا كان هذا يعني يمد إيده يشرب تحت. يعني صدقة جارية. صدقة جارية، ودائما شوف هذه الأشكال والنقوش. بوابة برجوان. هاي بوابة برجوان واحد، هاي اللي يطلعك على الشارع الثاني. عمودي خليك وياي، خليك وياي. هذا شارع الدب الدرب الدرب الاصفر. هذا من الشوارع القديمه العريقه اللي بيها بين قصرين، قصر الشوق وثلاثيه نجيب محفوظ هنا صح. اي بطلها هنا زين. بين قصرين وقصر السكرية وبين قصرين والسكرية وقصر الشوق. إن هذا بطل هذا بطل القصة هنا السيد. إيه هاي قصر ماله هناك، يعني منطقة ملهمة لل هو كل قصر كل الكتب والقصص والروايات اللي كتبها هو من هنا. مسجد القمر أعتقد. جدا هذا المسجد جامع الأقمر. الأقمر هو في المعلومات كلها ذاكريها على المسجد على هناك اللوحة دي. يعني هذا مبني سنة 1125 ميلادي. جامع ثانية مين بنى؟ لا العثمانيين ما الفاطميين. الفاطميين اي اي لا لا ما يهمك ولا يهمك.
لا لا ولا يهمك هناك. هذا أقدم مسجد من بعد مسجد عمر بن العاص. أو ثاني أقدم مسجد. إي. شوف هذا بص عليه. هاي هنا راح ندخل على منطقة المدارس وال دير بالك هنا تعال. المدارس والمشربيات والمدارس والجوامع. هو مدرسة هو مسجد. هاي كثرة أيام المماليك أكثر فيه. لأن المماليك شجعوا على الدراسة والفقه والعلوم. والعلم. يجوي هم بعد تعرف صلاح الدين ما يعني خلص مصر من حكم الفاطميين أو قضى على حكم الفاطميين صلاح الدين ما طول بالنانة يعني إلى أن تعرف النهاية يعني مسألة شجرة الدر وما أدري إيش وبعدين إجا قطز وبعدين الهولاكو قرر أن يهجم على مصر وهددهم فرفضوا الانصياع له فقطز وش اسمه وبيبرس جهزوا الجيوش وانتصروا في أول معركة على المغول ودمروا المغول بعدين فتأسست دولة المماليك من هذا العصر 1275 أو 1300 أي تقريبا. هذه هسه شوف هذه كانت فوق مكان للتدريس مدرسة شو يسموها عندنا احنا متكية حلقة دراسة حلقة علم او ندوة فوق وهنا سبيل شايفة اثار هذا السبيل هنا شوف المواعين والهاي لا لا هذيك المواعين هاي جديدة هاي سمت هاي السبيل شو تريد شو تريد شوف هذا قلاوون مدرسة الناصر محمد بن قلاوون مدرسة ومسجد النظام هو مسجد المدرسة الكاملية هذه زين و تاريخ عائلة عائلة قلاوون اللي هم اجوا بعد بيبرز بعد الظاهر بيبرز البندقداري عائلة حكمت مصر اكثر من 100 سنة كويس فشوف هذه مدرسة مدرسة النحاسين الأميرية هذه مو مدرسة نحاس هذه مدرسة كان يدرسون بها النحاسين اللي هنا عندهم اللي تجار النحاس اللي يصنعون وبيها هاي شوف هاد شوف هذه السبيل هذه ايضا السبيل مشروع يعني شوف هذا شوف هذا شوف الزخرفة الحلوة شوف يلا انت معنا لا لا خليجي 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 يا محمد شايف هذا القوس اي هذا جابه معاه بيبرز من منقوش وجاهز بس يتركب فتوحات اللي في الشام بعد ما طارد المغول وبعدين ايضا على الصليبين حطم قلعهم فجاب ابواب كامله يعني من الرخام جاهزة والشبابيك هناك حتشوفها زين ونصبها هاي البوابة من احدى الكنائس الموجودة او الحصون الموجودة في لبنان اعتقد الشام يعني فلسطين ممكن بعلبك صورتها هذه مدرسة ومسجد السلطان محمد ابن قلاوون الناصر محمد ابن قلاوون هذا المسجد بقبره اندفن هنا وابنه كمان السلطان حسن
السلطان حسن ايضا اندفن هنا، اللي هو عنده ايضا جامع ومدرسه، هذه مال صلاح الدين. هذول هنا تجار النحاس الجمله، تجار شايف هذول، هذا الشارع كله تجار النحاس اللي سووا لهم مدرسه لهم خاصه تدرسهم يعني القراءه والكتابه والعلوم. اي هذا بيت الشاعر، هذا بيت الشاعر ما اعرف هو يعني من كل منطقه قديمه طبعا. أي. هذه شوف شاعر زين، خلينا نطلع خلينا نطلع بعد قلنا لا ما بيها اشياء الشاعر قاعد فيها اشياء. ما هسه شوفك التصوير مات ها، مدرسه ومسجد الناصر محمد ابن قلاوون، شوفه هذه صير هنا شوي. لا تروح بعيد، يلا تعال. يوب هذا شنو علاقته بصلاح؟ اسوي هذا المناره، خليني اقربها. السوق القماش وسوق البزازين او القزازين يسموه هنا، هذاك الجماليه. هذاك سوق اي وذاك الجماليه اي. هاي المناره شوفها، هاي موجوده في 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 صور ولوحات جان ليون جيروم، رسام المستشرق الفرنسي. موجوده عنده جيروم. جيروم. وهسه شوف نفس المقاطع ونفس الشيء موجود. شوف هذا مسجد، هذا ايضا من المساجد القديمه، رائع جدا. هذاك سوق البزازين او القماش او القديم طبعا. طبعا معظم المساجد مشغوله يعني يصلون بها الناس الان يعني. شوف هاي النار اي. و انه ليش معظم البناء محافظ على، شوف هذا السوق اللي اقول لك عليه، شايف هالدعامات الخشب اللي حامله السقف، هذا مسجد، هذا مسجد اللي على ايدك الشمال، ومنها هاي بدايه السوق، مسجد البدايه والسوق بالناس جوا سوق القماش يعني لحد الان هو طبعا. انت شايف محافظ على نمطه وعلى شكله البناء. شوف يلا هذا مسجد الازهر، جامع الازهر، هذا الورا هذا جامع الازهر، هو جاء ابو جامعة الازهر. اي هذا اللي لا مو جامعة، هذا جامع الازهر اللي بناه المعز لدين الله الفاطمي اول شيء بناه هذا الازهر. زين هذا المسجد الازهر اول مشيخة الازهر، بيجوا المشيخة اللي هناك، بس هذا المسجد الاصلي اللي تبنى قبل 1000 سنة. اي هذا مسجد الحسين، هذا مسجد الحسين حمودي، هذا مسجد الحسين. هذا قلت لي هذا يسموه خان الخليلي. هذا السوق خان الخليلي، كله الى الحسين، المسجد الحسين. اي خان الخليلي. شوف هذه البوابة حلوة، هذه انا دائما هاي البوابة. حمودي هذا سور القاهرة الفاطمية، هاي ابراج، هذيك بوابة الدخول من هناك، يمد يعني تقريبا كيلو متر، هو مساحة القلعة يعني كيلو متر في كيلو متر طول يعني، الطول بعرض يعني تقريبا كيلو متر مربع يعني، كيلو متر بكيلو متر.